بكاء الفنان الكبير رشوان توفيق بسبب رؤية شافها. اللي حصل بالظبط ان ظهر الفنان الكبير رشوان توفيق في برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا، وحكى رؤية شافها في المنام. اسمعوا شاف ايه بالظبط. المهم بعد ما رجعت شفت رؤية عالم سعودي واقف على الباب، واقف على الباب وبيدي بنت خالتي دي فلوس، وأميمة جنبي على شمالي كده زوجتك. زوجتي، ايوه. فبقول لا، فقلت له انت مين؟ ما ردش عليا. قلت له انت مين؟ تالت مره راح ملفوت لي كده، قال لي انا صاحب الفضل. انا صاحب الفضل. انا قلت الله، انا قلت كده الله، ده هو ده هو. صحيت وانا بصرخ في السرير بقول ده هو. لقيت ان هو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا بكى بعد الكلام الجميل اللي قاله، وبعد لما شاف سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.